قنوات الصرف الصحي انفجرت على سكان حي 149 سكنا ببلدية الجلفة وتسببت في كارثة حقيقية على قاطن هذه العمارات، فهذه الوضعية لازمت السكان لمدة تجاوزت سنة. لا حشاك من الرقارات طردقت من هي وعاد تمشي تحت العمارات، معناها ممكن في أي لحظة تنهار العمارة هذه. الأوساخ كما راكم تشوف فيه، رحنا للمصالح نتاع الصيانة نتاع لوبيشي، لأن هذا المشكل يعني المفروض المصالح الصيانة نتاع لوبيشي هي اللي تقوم به. رسائل وشكاوى كثيرة تقدم بها سكان الحي لكن دون جدوى. وشكيت انا للوالي، للمير، الشيف دايره، كلهم عادي للبيانات قاعدين. رانا من 2006 وحنا نكلموا فيهم، ما كاينش لجنه هنايا، قاعدين كل يوم يكذبوا علينا. قدوه نجوكم، بغداد غدا نجوكم، كل يوم نجوكم وفاتحين هنايا. الطريق هاي معها وبن عياد، ولاتنا حنايا تقرا في بن عياد. منين ياخذ حنا كيجي منين ياخذ؟ قايل حوض الصوال حتى الاخرى المتقانبه يروح لليكو. سكان حي 149 سكنا دقوا ناقوس الخطر جراء قنوات الصرف الصحي، فحياتهم اليوم مهددة إن لم تتخذ الجهات الوصية الإجراءات اللازمة.